نعم، هي كانت في كتاب قلوب سبوحة على ألسنة الورق. حبيت هذه الخاطرة تاع النجاح والفشل باش نشجع الناس اللي غير صرا لهم حاجة صغيرة في حياتهم يتعطروا ويوقفوا وما يقدروش ياخذوها كنقطة نهاية. خلاص مش هكذا، يعني إن يعني لازم أي حاجة تصرا خلوها كدرس كامتحان في هذه الحياة. وش هي المواضيع يمكن اللي تستهويك، المواضيع اللي تخليك تكتب بزاف، يعني اللي تدي منها انت إلهام كبير؟ اولا كبداية انا اكتب لان صوتي عالق ما بين ورقة وقلم، ولاني اعتبر قلمي ميم هباء بحيث الحياة تبريها العفرات ويغلها الهواء مواقفا وافكار. يا عيني. وبهذا انا اكتب لاوصل صوتي الى الناس. وكذلك اختار الكتابات يعني متنوعة، من الخواطر، الشعر، النصوص، كل ما يتعلق بالادب، يعني عادي قلمي بحار. ما الذي دفعك للكتابة والأدب يا سيرين؟ الخروج من القوقعة الواقع المؤلم. يعني هكذا شوية ما نهرب، يعني ألجأ إلى الكتابة. الكتابة ملجأ لي. جميل. لنخرج فيه كل مشاعري الصادقة، يعني أي كلمات أكتبها تكون كلمات صادقة خارجة من مشاعري. طيب، يعني نقدر نلقاو نسرين في سيرين. في الأسطر سيرين، عفوا، في الأسطر اللي أنتي كتبتها كاين منك كاين بعض من واقعك في هذه الكتابات؟ مثلا انا بخير رغم امتلائي بالفراغ والندبات، انا بخير رغم امتلائي بالعفرات. هذه البعض من سيرين. نعم نعم. سيرين، عارفوا الكاتب الادبي يكتب كتاب مؤلف يخصه هو، ولكن انه يتفق مع مجموعه من الكتاب والمؤلفين والادبيين على انجاز مؤلف ما، كيف هذا الشيء؟ لانه جبتي لنا معاك كتب جامعة، ولكن مش ما تخصكش وحدك، اشتركتي في العمل ديالها مع شباب اخر. تكون تحت اشراف مؤلف او كاتب اديب كبير، مثلا في قلوب سبوح على السنه الورق او الشتاء يكتب كان المؤلف هو ابراهيم فريد. نعم. ابراهيم فريد جمع كتاب اللي يكونوا ديجا عندهم نسخ او حب يعطيهم فرصه. مثلا باش دير كتاب ورقي في الجزائر راهي تكلف لك مكلف قطاعة. صح. إيه؟ كاين اللي ما يقدروش يكتبوا امام حابين يعني هاك يشوفوا كتاباتهم يوصلوا صوتهم في. نعم. كتاباتهم في كتب ورقيه. ولهذا نعطيه فرصه لاي كاتب انه يقدر يكتب في كتب جامعه، يشارك فقط بمبلغ قليل مثلا 50 دينار جزائري فقط، هذا شيء عادي. جميل. ويكتب بيخرج صوته يترجمه على شكل قلم. جميل جدا. على ورق. ماذا بعد سيرين؟ واش حبيتي يعني واش هي نقدر نقولوا سقف طموحاتك؟ أن أكون من أعمدة الأدب العربي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إنه الكتابة يعني صح كنت صح كحب أخرج، ولكن عندما دخلت في الساحة الأدبية وفي المجال الأدبي وكي رحت أول تجربة لي في معرض صيلة تعرفت على كتاب وعلى أدباء كبار اللي تدي منهم المعلومات، تندمج مع كتاب. مثلا كان هناك كتاب كان صاحبه سالم بهلولي اللي كي شفته وتلاقيت به وديت منه أفكار وهكذا، يعني يخليك أنه تندمجي في الكتابة وتولي تكتبي وتتميزي باش يعني تخليك ساحة تنافس.